جماعة اليوم فتح لي النادي. أول شيء بنفتح اللي فيهم بلون. عشان نغطي. عشان نغطي. يلا أوكي. الكرت يا أمي الكرت. كل عام كل عام وأنت بخير من عذب الاستبرق. يلا بطلي أول هدية. وخي جود جود بسرعة والله صارت ملقوفة كريم فاطمة خلاص وخرة وأنا فاطمة خلاص إذا خلاص واحدة واحدة تلاقى مو مع بعض شوي شوي لعبة سشوار سشوار صغير السفينر سشوار وين صغير لا تكسير 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 صغير خيال أبي فاطمة خيال حق سفرة حق سفرة عشان الشعر تكسير أمبي خيال أبي خيالي والله خيال هذا ويبي ولا شو أبي ويز أبي ما تكسير والله خيال أبي حداد طاح التريت شو شنو أبي صدقي حلفة والله عبالي لعبة صدق أجيز أجيز صدقي والله إيه أمبي والله صدق خيال أمبي صح كده تمشي بس أمبي ويز خيال خلاص والله ما داعي نفس شواراتي حتى معاه هذا يعني بس فاطمه جرس الشوارات على وضحه تم ابوي لا والله خيال ترى من زمان تبي ودا حق فاطمه خيال والله هذا عجبني صدق يعني ما تأمن تكسير احلى شيء شنو هذا ويس صدق يعني مو لعبه فاطمه تخيل لو شيخ يسوي والله اي والله شكرا عز بسابراق أحبكم وايد خشي بنا نسوي شيء ولا ما داري لأنها توهقت مو عشان شيء بس إيه؟ إيه ما داري إيه إيه شنو هذا؟ فلوس فلوس من منو هذا؟ اقرأي زين اقرأي بالتيس اقرأي لا كال كال أتوقع شريفة فاطمة أشيل فاطمة صريحة إيه توقعت كم؟ 40 50 60 70 80 100 90 100 صار عندي 400 دينار من على هدية بعد أعطيني إياهم لا بعطيها ما تبدر بعد ما تبدر أكيد فلوس كحيت خطيت لا تضربك شكرا فاطمة منيرة شريفة وحصة حبكم وايد 20 صار عندي 420 دينار لا احسبيهم مع هذا 120 هذول حبيبتي عملات الميلادات ما يتحسبون مع العيد هي قصدها ان بتجمعهم كلهم مع بعض كم توتال عندها هات فاطمة راح تاخذهم وتحطهم في البنك انا نفس امي مو امي خلتهم وخلصت حطيتهم شكرا بدر حاجة حلوة هدية بحطهم كلهم ببالك بدر والله حسبي هذا ترابل ست اصلا بلا خيالي والله شارين عشان سفرة طيب يا جماعة نفتح الهدية ما ادري منو لا هذه هدية حور لا واضحة اليوم غنية اعطيني الظرف معي تمر يعني 150 واضحة انا قبلت لازم تعطين تصدقين علي مو صح تطقيني عشان تكبرين يلا يلا منك يلا منك 130 يعني كم 400 حسيتها 150 بس سهلة حلفة 100 اي صح لا ما عادي 450 صار عندك خلي الظرف يمين بعد يمكن في فلوس يلا زين ابي والله نسمالتي كل عام وانت بالف خير يا احلى مرحبا بالعالم يا رب تكون احلى يا رب تكون سنه خير وسعاده عليك يا رب من اختك حور القمر راح نسوي ماتش ماتش انا وياك عندك بس بالضبط اي بالضبط نفس الخبر نفسها بالضبط هذه يبيها بالسفر جود ماريو ما تستغرب سوري لا يبي ماريو وهذا يعني وانتي بتشيلها؟ ما اعرف تبي ماتي ماتي ولا لا عشان اعرف يعني شنو جوكم؟ اقرر انا اليوم هاقد على وضع الظرف كبري كريم خيال كوكونات اصلا فاحت من قبل ناوي ما بطلته اول شكرا حور احبك وايد هذه هدايا كوكا كوكا ودودي شوف
خلينا نشوف شو المكملين. شوكو فهد يا جماعه وايبس وصبغين بنفسجي برتقالي حلو البنفسجي حلو. اقول اقول انت شنو هذا؟ اقرا من برا بشوفه كلوس اي كلوس الله كمان واضحه ورب الكعبه ام باي خيال. جربي 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 والله والله عادي شوف لا لا شوف شوفي تعالي ادري ادري في جلتر حرام حرام واضحه لا حرام حرام ليش خلي حق السفر ما راح يخلص يعني ريحته اوكي واتوقع بلاشر يعني هاللون بلاشر طبعا يا جماعه بلاشر زين لا جلوس انا عندي نفسه بس على راسي الورديه وهنا شفافه من عجيبه هذه ترى يمكن غضا احطه مني من هذا الجلوس لا مسكرة واحدة خيال ترى صغار احلى شيء ادري انا ما احب الكبار كلش شفيت شكرا بهذه الشوقة احبكم وايد الحين بنفتح مال اوراد الجوري اتوقع دب ابنها كل شيء اصفر اي وحق النوم هذه بيها حق الصفات اي حق النوبي ايش بتجيبون؟ كل اللي عندنا هسه تخيلي خيال كريم هذا عجيب ريحته مانجا مجربه كل شيء انت؟ اي انا عندي كل الوان عندي بنفسجي وعندي هذه من جوري هذه من شنو؟ جوري اختها يا هذه هديه من اوراد هذه من جوري اوكي فهمت هابي بيرثدي واضحه لاف يو سو ماتش فروم جوري وماسك هسه راح بطقني مداري ليش ما ادري مدارية سوار اتوقع و اي سوار بلا سوار سوار مدار التليفون اتوقع مرطب يا سواري بالضبط في على وشوشني انتشر لنا انتشر لنا صح شكرا جوري احبك وايد هذه هذه حق السفرة ابغى حدا خيال نبطلها yeah. جود كل هديه قاعد تخلصين قاعد تشيلينها يعني؟ فاطمه ليش في شيء شفاف؟ اشوف هذا الثلجين وحاطين الثلجين تحطينه داخل تحطينه او تسخنينه يصير يا بارد يا حار فهمتي؟ اوكي وتحطينه اذا عينك تعورت اي يصير ماسك عرفتي؟ ليش الاوربيس عرفتي؟ واقدر اخليه حق النوم اذا عينك تعورت او شيء يعني بطه طاح الدين ما تطلعش كبره كا حيل وهذه ميداليه عندك نفسها كبير اي جوت تذكرين وانا عندي ازرق اي شكرا رادة احبك وايد انجن وست شعر قالت لي حلفي والله يلا هذه هديه منو؟ فاطمه بنت عمي هابي بيرثدي وضحى وضوحه لا هابي بيرثدي وضوحه المهم انا فهمت ان اسمي فروم فانتوم اللي هي بنت عمي المهم فهمت ان اسمي لاحظ بطقني فاطمة والله خايفة ها وليش طقت يعني؟ لأن أنت تحبي تطقي والله عجيبة الجنطة معها الأخاف إي ترى والله أبيها حق السفر ما هي بكل شيء بحسها بس يومين هذه إذا تحطون ماسك أو شوي تسوون كذي وزيت كذي والله هذه شامبو بلا بلا يصير كذي ويصير كذي شامبو يصير كذي ويصير كذي عندي وردية هذا شنو هذا؟ دراي شامبو هاي خلي اقرا اعطيني دراي شامبو دراي شامبو إي دراي شامبو زين شباصة هذا عشان تربطين شعرك وقت النوم وما يتعقد او شيء اي ما يتعقد ايش بتجي الحين؟ حتى خيال اي شو الفرق بين الشباصة العادية ولا يتعقد الشباصة العادية خليش تتعقد وتشذي الربط اما هذا حتى يتعقد يسوي شكل يعني يسوي هذا اللي كذي الشكل اللي تبطلينه بس كذا ما تبشطينه ما راح يتعقد والله كريم ما ادري شنو الصراحه شامبو صح اتوقع اي شامبو انا رايح فين انا راجع و
واضحة. هذا شامبو. شامبو شلون قلت هيك؟ شامبو هذا ما ادري شنو. واضحة اتوقع هذا كلهم ست حق الشعر. قالت لي كل شيء حق ست شعر. هذا حس شي تحطونه هير اويل اي صح. نتعلم عليه ونستخدمه. في شيء طاير تستخدمه ونستخدمه في بد شكرا فاطمة حبك وايد. يلا الهدية الثانية شنو؟ سفارة همن. زين وحين بفتح الهدية الثانية كيف اشتري من سفارة اي شيء؟ اي يصير وين قطر؟ اي كل مكان. بكم؟ ما ادري. تدري؟ والله ما ادري. اشتري ولي يصير سر والباقي روحي وسألي والباقي تدفع فاطمة. لا ما توقعت. شنو؟ عندها ظرف يمها. اي والظرف اللي حاطته هناك في 450 انتوا اكبر منه لازم جد انتوا تبون اي شيء يعني احنا نبي. لا حطي داخل عشان لا يبدلكم فاطمة وما اعمل شيء ديري شيء دي بنات عمتي شكرا احبكم وايد. هذا الحين من عيسى وجنى وزينب. زينب وعندنا شايلة تنسيت اكبر منها يعني. ما بستغرب بسم الله. خيال شوق. انا مو دازت لتشياء خيال حده. دازتها هذا ودازتها اللي على الوان مدري دازتها كل شيء خيالي. ابا والله العظيم زرها نبي بلات دازه. ايه دازه عشان تحب. لا هي قالت لي وضحت تحب الجواتي. قلت لها اي ويت فاطمه بس قالت لها اني احب سامبا صح. ايه قد كان نفسي عندك حلتها. أبا أذواقنا متشابهة يعني. أبا خيالي لكم. أبا وريني وريني. أبا فاطمة خيالي حد المطار. نزلت حق شوق البنفسجي؟ ايه جد تدرين تدرين إن في نفسه أزرق؟ كا دازت حق الاخضر دازت لها هذا. لا ترين في نفس ازرق فاتح. اي ادري شفته. شكرا يا عيسى جانا وزي ما احبكم وايد. الحين مات لها يلا جايبها اكثر واحدة عارفة. هبردة واضحة. وش مش كاتبة؟ هبردة واضحة وش you all the best from مال طيري. يلا جوي الكيس بس هذا عجيب الكيف توني اشوف. خيال ابي خيال. واو ابي خيال. حتى احب اسوي سوي داري فراح احطهم. ابي خيال حيل. واو ابي خيال. ميكي كيف عملتي؟ ميكي ميكي خيال. انا عندي مثل على وندر وومن. شيل شحن ترى شحن او يشحن والله او شيء. شوفي فهمت فهمت ستاند. ايه انا عندي ناس على وندر وومن ستاند وتركبين عليه شحن. ابا واضحة ماتي ماتي خيال. حتى شبي قلاص بعد خيال. لا احيان صرت كبرت كم بغي شوفي عدل. شكرا مها حبك وايد. يا جماعة هذه هدية ألونة. أدري أدري شو راجع عرفت إنها ألونة. مختارة كيس أصفر وكل شيء أصفر داخل الكيس. ألونة يعني كل سنة. شوفوا الكيس أصفر ترى ما له شغل بالهدية ها. المهم إن كيس أصفر. أي شيء أصفر. مدرسة. شنو كاتبة؟ حاطة حرفي حرفك وحرف شوق وحرفي. يعني انا ولطيفه وشوق لازم حرفنا بكل هديه هدايا لونه. فاطمه لطيفه واضحه لازم. واسمع حجاب لازم رصاص. حاسه علينا اثنين. شوف شوف اي هديه تجيب لكم اياها لازم انا شوق لطيفه لازم كل شيء لون اصفر. الاقلام كل عيد ميلاد. كل عيد ميلاد شريطه صفراء. اي شيء اصفر حطيته بالملف حتى الملف اصفر. لا ما تحمل ويصل ربك هذا. قليل والله احبك حيل حيل حيل. طبعا شك شك اول ما بيوم عيد ميلادي بالعرض شنو اعطتني ورقه رسمت لي وخذت ترينا كانت قاعده تبكي عشان ما تعرف تكتب اي لاف يو فتبي امها تساعدها. كتبت اي فامها مساعدتها كانت. قولي تدري شلون كتبت؟ قلت لها اي ادري كاتبه اي لاف يو. قولي صح.
شكرا يا لونا، احبك وايد، احلى هدية وصلت لي. هذه هدية لولو، لولو الفرشاة. المرة تسي من كرت غريب، حين فيها كرت غريب. عجيب والله، أبوي حتى عجيب. أشوف أشوف. والله حسها بطقني، حسها بطقني. لا لا. أنت شفيت اليوم؟ قاعد يقرب من عيني. يلا وضح بطلي الهدية. أبوي خيال والله. حدا. عطيني. عطيني. يا جماعة هذا خيال، هذه من لولو. شكرا لولو، احبك وايد. يا جماعة هذه من عزيز ورسالة له، احبكم وايد. بوك بوك اصفر ابو خيالي، حد حلو والله. خيال حق ال 150. خيال حد حلو البوك، شوف هاي شوق. يلا بدال الظرف حط فلوس ايش داخل. اخذ ابوكي دفعوا منه. ابوي من داخل حلو. ذوق يا جماعه، هذول من عيال فرحان. يعني اللونه وصقر واريام ورتال، فهمتوا؟ يعني هديه اللونه هذي تغير اللي هي كل سنه لازم. يلا بطل. لا لا شوفي كمان في. واو هذا منهم خيال. كلهم منهم. لا تشوف امين كان خيال. امين تموت عليه. حتى انا والله خيال. حتى شوق حلفين. شوق شوف هاي. واو بجامه بعد. بجامه حق اللوبي. يا الفرحان شنو يعني؟ شنو يعني حق اللوبي؟ عبالي قلت شيء ثاني. واو حد ذوق واضحه. والله طاحت، والله طاحت. عندي انت اللي على ستيتش. اي حتى انا ما حد دخل. خيال لفافات كل اشياء حق الشعر. شوف هاي كل اشياء حق الشعر. وضوح حد خيال احس ذوق اليوم. ليش اليوم ما تهتم بالشعر؟ كله ذوقهم خيالي. شو شو صاير؟ ما حد دخل. خيال. واو الغلط واضحه. خيال والله عجيبه. شوفي حق تحطين الكوب هني وتحطينه حق سفره. كل شيء حق سفره. حق مسبح فوق وكبوس، وهذا حق مسبح. هذا شيء تحطون بلاصه هني. اي خيال يسبح. يا جماعه خيال. لا تفوز ويلي تفوز. راح تكون تشوفها جباله حق يمي. أم بي خيال واضحة، هذي راح أخذهم حقي. حقي السفر واضحة. أنتوا كل شيء تبونه حق السفر؟ صدق والله. شنو يعني ما فهمت؟ واضحة بدل لا تروحين الصالون. أبي هذه خيال. إذا طحتها عجيبة. نسبح دالية. ما تجسبح. منظرة منظرة. حلفة. وتلاقيت. بحد خيال. شكرا يعني أنا فرحة أحبكم وايد. هديتك يلا الحين باقي هديتي انا ولطيفه. بطل. ايه خايفه بطل. يلا بطلي هذي الهدايا. اوكي شو انت تبطلين اول؟ هذه. يلا نار صح حق المطار. شنو وريني زين؟ جنطه. هذه نفس جنطتنا اللي احنا على سبونج بوب. ايه ها فاطمه نفس الماركه. شنو الماركه ما ادري. اي 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 والله حلوة. حدا كاني ادري ان عندهم جلات كذي. ايش رايك؟ حدا خيال. انا عباي سكوتر. هو قاعد يشككك. والله حدا خيال. يلا عطني شي شي واضحة زين. قاعد اول اول شي هذيل اخذي واحد واحد. شنو؟ يعني واضح. خيال. شوفي هذا واضحة. تعالي هذا يصير كذي. ابا حلو. ايش البس شو اخلي يعني فاطمه؟ ايش البس؟ ويا جماعه شوفوا حده خيال. احس لونه صيفي. ما شكله ابيض صيفي صح؟ اي شيء يطرب بالك تقوله. والله صيف.
جاردن كالعادة. وضعها بعد وضعها من شفته؟ تو عشان اخر اي قلت تهدش اصور وتهدش ورد سوري يعني بس على المساء ما في شنو تلبسين بالمطار؟ طبجه وطبجه الحين صدق شنو تلبسين بالمطار؟ صراحه انا عندي هذا احلى واحد بشوف شنو انا بمسجي لان اصلا كان خاطر ابي والله خيالي لونه حلو لحظه انا راح احط اي شيء اخر شيء نطرح ماما ما فهمت في شيء يلا جوري راح تطلع شيء حق واضحه يويو اي عطني طبعا انا قايل حق جودي جوري شنو بجيب من بعض الاشياء مو كل شيء كل هذا العلبهم اي بس هذين يلا 1 2 3 شنو انا واش طبعا ضايعه يعني ولا زبط طيب يا جماعه سماعه مع كبر على ستيتش يلا خلاص ما تطلبك يلا جوري غمضي واضحه واحد اثنين ثلاثة انا قلت حق فاطمة هذي فيها عازل تي صح؟ اي اللي تشدي اي بس بتصري لي مينونة بالطيارة اختياري احنا بعد طيارة شل بس هذا هذي وريني زين ورينا سماعة ابل هذي اقتراح جوري قلت لها ما ادري شو اخذ حق واضحة خيال انا لعبتها من يويو هذه ايش مالت يويو انت لايدد خيال زين خلاص لا تبطلينها لازم تشبكينها اول ما راح تسوين قلت لكم والله قلت لكم ابيبها بالسفر والله عاد صدق زرت ابيبها ما بيلبسها واضحه انت ايدك وحده واضحه واضحه تجيبين واحدة منهم عشان مو تضيع واحدة راح يجيب هذه صغيرة يعني راح يجيب هذه صارت صغيرة؟ جود جوري ما شلت مكتبة بالحر عشان نعطي واضحة هديتها طبعا احنا بفلوج طبعا احنا ما مدانا نخلصها يعني تلاحظون بفلوج الميلاد ما كنا نعطيها هدية الحين احنا ميتين حر ولا ايش رايك بفلوج تيك توك؟ انا ما ادري والله هدت كل هذا عينها على الجنطه ايش هدت؟ ادري روحي هذا نوت تكتبين يكتب تلفونك على طول هو كذي اسمه نوت سمارت نوت وش اي اي واحد انا كنت تعبطين صح؟ تعبط. لا والله ما توقعت وحيبة بالسفر. شنو لا سكرت ناطنا. راح اتصل حق المطار. الحين بحين بغطي الحين ما استني. ما ادري شيء. زين واضحة في شيء ثالث رابع بعد. اول شيء عيني عليها شفت فيها. شلون درت ان هذا اغراضها؟ لا وبعد حتى رجعنا بعد صح اي. حلفة محمد قاعد اتخليها في بطلها وشحن الحين ببطلها عشان بالمطار اي لا اصلا هي توقع فيها شحن 50% اي تكفي انا ما راح افوتك نشحنها بالفندق حياتي اذا اي لون سيلفر اسود هي اسود اي سيلفر اسود ودي يورون الفلوج الهدايا عدل لان ما انتم من الوناسه ما ورتوا زين واضحه بطلي النوت يعني المنظره خيال واضحه تدري شنو فكرت فيها حق ستريكاتك ايه تاني صورة ما انت شوق حتى ما انت اللي عمشي والله يوم شلون دقيقة
واضحة هذا؟ قبل بالبصمة. إيه. تبطل بصمتي. سمعوني. تدرون شلون هذا؟ شفتوا القلم هذا؟ شوفوا هذا القلم زين يشبك على النوت بتلفونك زين؟ شنو تكتبين انت بهذا الدفتر يكتب بالتلفون؟ يعني هذه إيه؟ اوراق صجيه ولا اي اوراق صجيه هو القلم هو اللي هذا القلم رصاص ولا شنو؟ لا هذا القلم اللي هو يشبك على النوت. لا هذا يكتب بالدفتر يعني نفس ايباد. لا هو قلم صجي بس هي قصدها انه يشبك يعني شحن. ايه لازم تشحن باور بانك يعني. إيه؟ اوه شرايك؟ انا ما عندي لا تايب سيكا حق التايب سي سفر القديم وحق اي شيء ثاني حتى خيال. عجبتش هدية واضحة؟ هذا الوان الحبر هذا عشان اذا اخترب الراس اشوف القلم يعني هو نفس قلم عباد مو قلم صجي يعني حبر كذي يكتب هو يكتب بالنوت يعني نفس قلم لا هو قلم بس نفس الايباد انه يشبك تدرين لو يلا عشان ورانا طيارة شلونكم؟ بطل احس والله مو دبي إذا عادي ما تألفوني يلا بسرعة متأخرين عن المطار يا جماعة تخيل الطيارة بعد ساعة وشي تطير وإحنا للحين بالشارع وأنا للحين مجهزة بوتي يلا يلا وضوح يا أخي أروح أخذ أغراضنا يعني كل واحد أغراض سوكم هول بروحها يلا باي أفون قاعد أقولها دخلي يسحبوا علي ما يخالف واضحة مستعيلين اليوم استثناء لا تفضحين هدية واضحة شن قلتي توا؟ جنطة هذي حق بكبو ولا ايه حل حل ولا عشان ما تنسونها هذا حلوة لو الذهبي بعد ايه